والتقرير التقرير صار تقرير طبي في الحكايه تقرير ما صارش تقرير طبي اكيد صار احنا مازلنا ما شفناهوش. بالنسبه لاختي عندها رصاصه مضروبه في صدرها, الطبيب الشرعي استغفر الله النيابه فرقة مقاومه الارهاب هي حابه تاخذها الكرتوشه هذه, قالوا له لا ما حبوش يعطيوهم لهم. علاش علاش ما حبوش يعطيوهم لهم؟ معناه هما يحبوا ياخذوا الرصاصه باش يخبيوها باش يغطاو على الجريمه نتاعهم ما نعرفش. قاضي التحقيق طالبها ما حبوش, معناها الرصاصه هذه ما نعرفش اللي كانت قاتله ولا سيتادير اختي خذيت لا بوزيسيون اللي ماتت بها هي عامله هكا على جات الرصاصه ديريكت. اذا كان هو من الاول قالوا ناسف على موت ضحيه على وجه الخطا, عمرها ما تكون ضحيه على وجه الخطا بسبع رصاصات. عمرها ما تكون ضحيه على وجه الخطا متخبيه ورا الباب, سيسير انها قامت مفجوعه باش تصل روحها ضربينها ورا الباب. اثار تعذيب, عليها اثار تعذيب. ما هو مبرر اثار العنف على جسد الهالكه؟ ليس من حقي أن أصدر حكم, أنا جهة حقوقية أقدم يعني نقدم الوقائع, من سيفصل في هذا الأمر هو القضاء, القضاء مرتبك اليوم. يعني أنا نقول قدام سابقة حقوقية, عمري ما ريت قضية نحقق فيها بهذا الشكل. حتى وزارة الداخلية اليوم أصبحوا يحجمون عن التصريحات, أما عندما سيصرحون ليدينون يعني لتتم إدانة الأشخاص هم موجودون, ما فماش شيء ينطق. انا حاجه نحب نصرح بها سامحني, هما كي اقتحموا الدار على اساس فما سلاح في الدار, هما لي شوسيت نتاع لي بيبي فركسوهم, الدار قلبوها صافيها لعاليها. اوكي كيف جاوا خارجين شنو خليه قدام الباب؟ ساشي فيها قنابل ومفرقعات وكل شيء. ساشي فيها قنابل ومفرقعات شنو هذا؟ ساشي نوار ساشي حاطين فيها قنابل قدام الباب في المدخل نتاع الباب, يعني هما جايين على هدف معين, نورمالمون يهزوا المحجوز اللي طالبينه مش يخليوه قدام الباب. اذا هو محجوز اذا كان هو محجوز اي هذا محجوز معناه قنابل لقاهم في وسط الدار. هما اللي جابوهم الفرقه نتاع مقاومه الارهاب ما لقاو حتى شيء, حبوا يثبتوا الجريمه نتاعهم. معناها علاش خليوهم قدام الباب؟ خليوها باش اللي يجي من العائله نتاعنا يشدوا عليه البصمات ويلفقوا له تهمه كيما خويا الصغير. خويا الصغير علم الصباح بكري مشى يجري للدار باش يشوف, اول ما دخل سقيه ضربه في الشكاره, حاب يشوف يلقى فيه القنابل. اسمع فيا خويا على فكره ان ايتيديون يقرا في الفاكولتي نتاع الاختزانه في الدندان, معناها وما يصليش اصلا, معناتها لحكايه صليه لحكايه قريب لا لحيه لا حتى شيء. طفل عمره 21 سنه معناها يعيش في عمره. لقى ساشي هز هربها بعيد خاف. ايش اسمه هو؟ شكون؟ اخوك هذا الخو نديم. نديم عينتوها ساشي هذه من طريقي؟ لا خليني نقول لك الساشي هذه خويا هزها توقيفه بعدك. علاش تم توقيفه هو؟ هز الساشي هذه هربها في بلاصه ما تفنهاش, ما عندها تحت التراب, طيشها في الشارع في غازون. وقت اللي شدوه قالوا له وين الساشي؟ ضربوه بيان سور شوك الكتريك, خويا معلق من ساق واحده, البات ما نجمش ياكلها. معناها كيف هزهم وقال لهم هاني وين لقيت الساشي؟ لقاوها كيما قالوا له هو, معناها لقاوها الساشي مرميه في الشارع. سيبوها على خاطر تفينت اخته, قالوا له ترجع لنا. خويا من البخوميي التويكه ما فماش ريحته, نعرفوش عليه لحي لميت. خويا في حاله هروب, خويا مجدود عندهم ما نعرفوش عليه, يعني دخلوا العيلتين في حاله رعب. لكن هذا كلام اخر, بما انه الساشي ما هذا معطى جديد ربما وما نعرفوش, وما نعرفوش كيفاش الساشي تحطت ما تحطتش. يعني الدار ما كان فيها حتى شيء حسب شهود عيال, هما الضحيه قتلوه حطوه في ساشي وهزوها ديريكت.